دلع جايبة الهدية فرصة اليوم لكلية جابت لكو شد بيا كل يرفع المويمات وآية الكرسي الوليدات ومع دلع لكو شد بيا يا للا فرحوا بصحة الهدية يا للا إلا لقيت الحفاضة الذهبية داخل باك دلع تصلي بالرقم الاخضر باش تحصلي على كولي ديال الذهب ليك وايه الكرسي لطفلك كيسواو 3 مليون سنتيم. غزال هاد الكولي اي معادله مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذه الجوله الصحفيه نقدمها لكم من قناه شوف تيفي. قتيل في حرب باعة متجولين بالبيضاء عنوان اخترناه لكم من يومية الصباح. مضيفة في تفاصيل الخبر أن الشرطة القضائية لعين الشوق بالبيضاء أحالت أخيرا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف شقيقين متهمين بجناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت. راح ضحيتها بائع سمك بسوق عشوائي بسيد معروف، مضيفة أن سبب الجريمة هو نزاع حول مكان بالسوق المذكور بين أربعة أشقاء وبائع سمك. وإلى يومية المساء التي تعنون الحرارة تقتل شخصا وتدخل عشرة آخرين إلى المستشفى بمراكش. وفي تفاصيل خبر أكد اليومية أن شخصا لقي مصرعه بمدينة مراكش زوال أمس الأربعاء جراء الحرارة المفرطة التي ضربت المدينة هذا الأسبوع، مضيفة أنه تم نقل أزيد من عشرة أشخاص إلى مستشفى بنو طفيل جراء مضاعفات ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. وإلى الأحداث المغربية، وتحت عنوان تلميذ يتعرى داخل قاعة الامتحان بمراكش احتجاجا على منعه من هاتفه، تكتب اليومية على صدر صفحتها الأولى أن المصالح الأمنية بمراكش اضطرت للدخول على خط الدورة الاستدراكية للبكالوريا بالثانوية التأهيلية محمد الخامس بحي باب أغمات واقتياد تلميذ من خارج حجرة الامتحان في اتجاه مقر الدائرة الأمنية. ونختم من يومية أخبار اليوم التي تعنون رجاوية سجن الجزائر يقولون أن مسؤول الرجاء ما شافوش فوج هنا. وفي تفاصيل الخبر تكتب اليومية أن المعتقلان الرجاويان بالأراضي الجزائرية ياسر وسلمان يعيشان في وضعية اعتقال رغم حصولهما على عفو بإنهاء المدة السجنية بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر تزامنا مع يوم الخامس من شهر يوليوز. وإلى هنا نأتي لنهاية هذه الجولة الصحفية قدمناها لكم من قناة شوف تيفي، شكرا على تتبعكم وإلى فرصة قادمة بحول الله. فرحتنا برمضان مع سداري ميزيدور اللي كيهديكم على كل مترو خدية ميزيدور الخاصة بالصالون والمعروفة بتوب ميزيدور، عرض صالح إلى 7 يوليوز. ريشبوند يا سلام.